السلام عليكم. كنت شفتوا معي واحد الفيديو ديال واحد الحالة اللي كانت درت له عملية ديال الجلالة، ومن بعد واحد تقريبا 5 أيام وقع له واحد الألم في العين، واللي بوستيت لا فيديو ديكوغرافي ديالو بأن عنده مضاعفة ديال التعفن أوندوفتالمي، يعني واحد التعفن داخل العين، واحد الميكروب، واللي كان حنا كنعتبروها كمضاعفه اللي هي صعيبه في الجراحه، بحال ان الانسان فتح المخ ديالو ولا تعفن، بحال الانسان فتح الكرش ديالو تعفنات. فالعين الا فتحنا كيكون واحد الاحتمال ديال 1 في 1000 ان يدخل واحد الميكروب جاي من الدز المريض ولا من اي بلاصه وتيقدر يتعفن. في هذه الحاله كتكون العين حمراء وفيها الم كبير. في هذه الحاله المريض خصو ضروري يتصل بالطبيب ديالو، كيمشي مستعجل، ما يصبرش عليه، غيمشي مستعجل يشوفه. والطبيب ملي كيشخص الحاله فلازم في ذاك الوقت كيقوم بواحد الحقنه داخل العين، حقنه ديال واحد ليزونتيبيوتيك في ذاك النهار اللي كيكتشف المشكل، وهو ما تم القيام به. فالسيد جا عندنا بعد 5 أيام بعد العمليه، الام في العين، العين فيها التهاب، فيها تقيح في الداخل ديال العين، وقمنا له الحمد لله بهذيك الحقنه، ورسلته لان خصو اوسبيتاليزاسيون، رسلته للمستشفى الجامعي في الرباط. وكنشكر بزاف الاطباء الاخوان ديالي اللي استقبلوه واللي تكلفوا به واللي ساعدوني في العلاج ديالو، لان تما عندهم وسائل انه كيبقى ينعس، وعنده عنده واحد الظروف اللي كيقدر، وتبعوه بواحد الطريقه يعني جيده كثير، وكانوا كيرسلوا لي الحاله ديالو والرسائل ديالو، كنت كنسول فيه وهما كانوا كيجاوبوني، كنشكرهم بزاف. وبعد بضعه ايام الحمد لله تمات الشفاء، ودابا هو الان خرج من المستشفى وكمل الدواء ديالو ورجع عندي، والحمد لله العين شافات ولا تيشوف بها. يعني شنو هو الرساله من هذا الموضوع؟ ان مضاعفات اللي كتوقع بعد عمليه جراحيه هذه وارده. حنا الحياه ديالنا كاطباء وكجراحه حنا غنعيشوا المضاعفات مع المرضى ديالنا، واي مريض غيفتح على شي عمليه يمكن توقع له مضاعفات، ولكن لازمنا ناخذوا المضاعفات بجديه بصرامه، واننا بواحد البروفيسيوناليزم، ولازم في بعض الحالات كتعاون مع اطباء اخرين، لان حنا كنعتبروا اسره، حنا عائله اطباء. الحاجه اللي صعبت عليا خففت على طبيب اخر، والحاجه اللي تقالت عليا تخفف عليا انا، فدائما كنتعاون، حنا محتاجين لبعضياتنا، هما كيساعدونا وحنا كنساعدوهم. وباش في الاخير النتيجه شنو هي؟ ان المريض الحمد لله تمات الشفاء، واليوم كيجي كيقول لي العين اللي فتحتي ليا واللي وقع لي فيها المضاعفه اليوم رويت كنشوف بها، غنسمع الصوت ديالو ما نوريش الوجه ديالو. الحاج العوينه اللي دراتك دابا تتشوف بها؟ لا كنشوف دابا بهادي الحمد لله، هادي اللي وقع فيها المشكل، هذيك اللي كانت ضايعه حيت هو وقعت له مضاعفه في واحد عنده عين وحيده، وحده اللي كانت عنده هي اللي وقعت لها مضاعفه، الحمد لله رجع ليها فرحان ولا تيشوف بها مزيان. فالمضاعفات كتوقع، ولكن خصنا نتصرفوا معاه، وخص العائله ديال المريض. علاش حنا كنعطيو المريض كيوقع على واحد الورقه بان احتمال المضاعفات وارد، باش من بعد من مر ما كتوقع المضاعفه حنا ماشي كنتهربوا منه، بالعكس حنا كنساعدوا وكنوقفوا معاه، ولكن خص المريض يكون ريسبتيف، يكون انه تيجي وتيسمع داكشي اللي ملي قلت له الحاج راه خصني ندير لك شوكه في عينك، قبل انني درت له شوكه بسرعه باش يكون العلاج. والحمد لله ان كيجيب الله الداء وكيجيب الدواء، كيوقع المضاعفات، وكان عاده المضاعفات اكثرها كنتغلبوا عليها والحمد لله وشكرا.